القاذفة الاستراتيجية التركية أنكا 3 تدخل مجال الخدمة هذه السنة بتشكيلة مرعبة وواسعة من الأسلحة الجديدة الاستراتيجية. مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو بلس. عززت تركيا مؤخرا قدرات طائرتها أنكا المسيرة أو العنقاء عبر دمج صاروخ إل لوميتاس لعمليات الدقيقة في تطور استراتيجي بغية جعل هذه القاذفة الاستراتيجية علامة فارقة في ترسانة أي دولة تمتلكها. وبناء عليه، ما هي الصواريخ الاستراتيجية التي تم إلحاقها بطائرة أنكا 3؟ وما هي المهام الموكلة لهذه القاذفة الاستراتيجية التركية؟ وأين وصلت أشغال تصنيع القاذفة الاستراتيجية أنكا 4 أي النسخة الأحدث؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الفاصل. أنا حمد القروي، برنامجكم عرب شو بلس. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الضغط على زر الإعجاب حتى أعرف عددكم. ونعود لموضوع حلقتنا، حيث أعلنت شركة الصناعات الدفاعية والجوية التركية توساش عن تطوير جديد لطائرة أنكا القتالية بدون طيار، حيث تم اعتمادها رسميا لحمل صواريخ إل لوميتاس المتطورة من قبل شركة روكيتسان. هذا التحديث يمنح الطائرة قدرات متقدمة لضرب الدبابات والأهداف المدرعة بدقة وعلى المدى البعيد كذلك، مما يمثل نقلة نوعية في تعزيز أدائها العملياتي. وتعد طائرة أنكا بدون طيار منتجا تركيا الصنع، تصنف ضمن الطائرات متوسطة الارتفاع وطويلة المدى، ومصممة لأداء مهام متعددة تشمل المراقبة والاستطلاع وحتى العمليات الهجومية. وتتميز الطائرة بقدرة تشغيلية تتجاوز 24 ساعة وسقف طيران يصل إلى 9000 متر، مما يمكنها من تغطية مساحات شاسعة لفترات طويلة مع تقليل تعرضها للتهديدات الخارجية بفضل تقنية الاتصال عبر الأقمار الصناعية التي تتيح لأنكا نقل البيانات في الوقت الفعلي وإرسال صور عالية الدقة، مما يجعل أدائها فعالا في الظروف البيئية الصعبة. كما يمكنها حمل مجموعة متنوعة من الحمولات مثل أجهزة الاستشعار الكهروبصرية والأشعة تحت الحمراء، بالإضافة إلى الذخائر الموجهة. أما صاروخ إل لوميتاس فقد صمم خصيصا لعمليات المضادة للدبابات والأهداف المدرعة، ويتميز الصاروخ بنظام توجيه ليزري يتيح له التثبيت على الأهداف قبل وبعد الإطلاق، مما يضمن إصابة دقيقة للأهداف الثابتة وحتى المتحركة ضمن مدى يصل إلى 8 كيلومترات. ويزن الصاروخ 37.5 كيلوغرام ومزود برأس حربي ترادفي قادر على اختراق الدروع الثقيلة. ويتيح التكامل بين صاروخ أنكا وصاروخ اللوميتاس تنفيذ مهام هجومية دقيقة مع الحفاظ على مسافات آمنة، مما يعزز من قدراتها على استهداف الأهداف عالية القيمة بفاعلية وكفاءة. وتعتبر طائرة أنكا 3 بدون طيار الشبحية ذات جناح طائر قيد التطوير حاليا بواسطة توساش المتخصصة في الصناعات الجوية والفضائية التركية، وهي واحدة من طائرتين بدون طيار شبحيتين تركيتين تعملان بمحركات نفاثة تم تطويرها كجزء من مشروع MEUS إلى جانب بايراكدار كازال الماء. وصممت طائرة أنكا 3 لعمليات عالية السرعة وتوفر قدرات جو أرض وجو جو، كما يعزز بصمة الرادار المنخفض من القدرة على البقاء في الجو، في حين أن قدرتها على التحمل تصل إلى 10 ساعات، وقدرتها على الارتفاع العالي تمكنها من القيام بمهام بعيدة المدى. كما تعزز البصمة الرادارية المنخفضة من القدرة على كشفها لدى الأعداء، في حين أن قدرتها على التحمل تصل إلى أكثر من 10 ساعات، وقدرتها على الارتفاعات العالية تمكنها من القيام بمهام بعيدة المدى. ويمكن للطائرة بدون طيار أن تعمل بشكل مستقل مع التحكم في كل الظروف الجوية، بالإضافة إلى دورها القتالي،
ويمكن للطائرة أنكا ثلاثة القيام بمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع فضلا عن الحرب الإلكترونية، وقد تكون المتغيرات المستقبلية أكبر مع زيادة سعة الحمولة مما يزيد من قدراتها. ويجري حاليا إنتاج أنكا ثلاثة مع وجود خطط لتسليم وحدات متعددة بحلول عام 2028. ويعكس تطوير أنكا ثلاثة والتقنيات المرتبطة بها هدف تركيا المتمثل في تقليل الاعتماد على المعدات العسكرية الأجنبية وإنشاء صناعة دفاع محلية، كما أن ظهور الطائرة هو جزء من اتجاه عالمي نحو دمج الأنظمة غير المأهولة في العمليات العسكرية. وقد جذبت قدراتها وبرنامج الطائرات بدون طيار التركي الأوسع نطاقا اهتماما دوليا، حيث أعربت دول مثل أندونيسيا عن اهتمامها بالحصول على أنظمة مماثلة، وستتسلم القوات الجوية التركية أول طائرة مقاتلة مسيرة شبحية من طراز أنكا ثلاثة من إنتاج شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية TI، وهو ما يمثل خطوة هامة في جهود تركيا لتطوير أنظمتها الجوية لمسيراتها المحلية. وأعلن عن هذا الإنجاز في حساب توساش سانتري على منصة إكس في 26 ديسمبر 2024، ليكون ذلك تطورا بارزا في تحديث قدرات الطائرات المسيرة لدى الجيش التركي، وذلك استنادا إلى نجاح النماذج السابقة من سلسلة أنكا. وصممت أنكا ثلاثة لتكون منصة متعددة الاستخدامات قادرة على أداء مهام متنوعة مثل الاستطلاع والمراقبة إلى جانب الضربات الدقيقة. وتتميز أنكا ثلاثة بكونها طائرة مسيرة متقدمة تنتج محليا في تركيا وتحتوي على ميزات حديثة تجعلها مختلفة عن سابقاتها. ومن أبرز ميزاتها تصميمها الشبحي الذي يقلل بشكل كبير من بصمتها الرادارية ويتيح لها العمل في مجال جوي معادي مع تقليل خطر اكتشافها من قبل أنظمة الرادار المعادية. وتعمل الطائرة بمحرك نفاث يمكنها من الوصول إلى سرعة تصل إلى 0.7 ماخ أي حوالي 425 عقدة، والتحليق على ارتفاع يصل إلى 4000 قدم، كما تتميز بوزن أقلاع أقصى يبلغ 6500 كيلوغرام مع القدرة على حمل حمولة تصل إلى 1200 كيلوغرام تشمل ذخيرة متطورة مثل صواريخ كروز من طراز سومجي وقنابل ذات القطر الصغير SDB. وما يميز أنكا ثلاثة بشكل خاص هو تنوعها التشغيلي، فبينما تم تطويرها في البداية كمنصة للاستطلاع والمراقبة أصبح فيما بعد يمكنها أيضاً تنفيذ مهام الضربات الدقيقة. وتتمتع الطائرة بقدرة على البقاء في الجو لمدة تصل إلى 10 ساعات مثل ما قلنا، مما يجعلها مثالية للمهام طويلة الأمد، كما أن قدرتها على العمل عبر أنظمة الاتصال خارج نطاق الرؤية بلوس تمكنها من العمل في بيئات معقدة وديناميكية. هذا التنوع يتيح للقوات الجوية التركية استخدام أنكا ثلاثة عبر مجموعة واسعة من العمليات العسكرية، بدءا من جمع المعلومات الاستخبارية الاستراتيجية إلى الضربات التكتيكية. وتسليم أنكا ثلاثة إلى القوات الجوية التركية لا يعزز فقط قدرات الدفاع التركية، بل يوفر أيضا فرصة للبلاد لتعزيز خبراتها في مجال حروب الطائرات المسيرة. ومع دمج أنكا ثلاثة في عمليات القوات الجوية سيكتسب الطيارون الأتراك خبرة عملياتية قيمة مع واحدة من أكثر الطائرات القتالية المسيرة تقدما في العالم. وستكون هذه التجربة حاسمة في تطوير تكتيكات واستراتيجيات جديدة، خصوصا فيما يتعلق باستخدام أنكا ثلاثة بفاعلية في سيناريوهات القتال الحديث. بالإضافة إلى ذلك سيمنح استخدام التشغيل للطائرة المخططين العسكريين رؤية قيمة حول كيفية دمج هذه الطائرة المتطورة ضمن استراتيجية عسكرية أوسع. وما يجعل هذه الطائرة مميزة أكثر هو تسليحها الحديث الذي يتم تعديله في كل سنة نحو الأفضل، حيث حققت الطائرة التركية المسيرة أنكا ثلاثة إنجازا تقنيا جديد بداية هذا العام بإطلاق صاروخ طولون المطور من قبل شركة السلسان من داخل هيكلها الداخلي.
ففي 13 يناير 2025 أفادت شركة الصناعات الجوية التركية تي آي بأن الطائرة المسيرة القتالية أنكا 3 نجحت في تنفيذ أول عملية إطلاق ذخيرة من حجرة الأسلحة الداخلية، وشهد الاختبار إطلاق الذخيرة الموجهة من نوع طولون التي طورت محليا بواسطة الشركة التركية أسلسان على ارتفاع 20 ألف قدم وبسرعة 180 عقدة. ويعد هذا الاختبار إنجازا تقنيا بارزا يظهر تقدم الطائرات على استخدام حجرة الأسلحة الداخلية بكفاءة عالية وفاعليتها في العمليات التشغيلية. من جهتها أكدت شركة أسلسان عملاق الصناعات التركي أن هذا الإطلاق يعكس مرونة أنكا 3 التشغيلية خاصة في سيناريوهات تتطلب التخفي، فكما نلاحظ أن شكل ومجسم هذه الطائرة مصمم بإتقان لدرجة أنه يشبه المقاتلة الشبحية الأمريكية F-35، وهذا الشكل لا يحتوي على زوايا أو نتوءات بشكل بارز مثل أغلب المسيرات والطائرات الأخرى، وهذا بهدف تقليل البصمة الرادارية لها في الجو، بالتالي يصعب على العدو رصدها، وهذا ما جعلها طائرة استراتيجية بكل المقاييس. ويتميز صاروخ تولون الذي تم تركيبه على هذه المسيرة بقدرته على حمل ما يصل إلى 8 ذخائر جو أرض خلال طلعة واحدة، مما يمكنه من استهداف مواقع متعددة في وقت واحد. ويعتمد الصاروخ على نظام ملاحة GPS ENC ورأس باحث يعمل بالأشعة تحت الحمراء مع إمكانية التحكم اليدوي أثناء الطيران، ويبلغ مدى الصاروخ نحو 100 كيلومتر ويزن 250 رطل، مما يجعله مقاربا في الأداء لقنابل MK-81 مع قدرة اختراق تصل إلى 1 متر من الخرسانة المسلحة. وللأمانة هذا التقدم التركي جلب لها العديد من الحاسدين والأعداء، ففي هذا السياق كتب لندن بلو الرئيس التنفيذي لشركة جنرال أوتوماكس لأنظمة الطيران في رسالة إلى إيلون ماسك بأن دولا مثل الصين وتركيا وإسرائيل تتفوق على شركته في سوق الطائرات المسيرة بسبب البيروقراطية الحكومية الأمريكية، وحذر من أن التأخيرات سنحت للمنافسين بالهيمنة على سوق الطائرات المسيرة مما قلل من فرص الشركات الأمريكية لإعادة الاستثمار في البحث والتطوير. وأشار أيضا نفس الرئيس التنفيذي إلى أن العوائق البيروقراطية سمحت لدول مثل الصين وخاصة تركيا بتوسيع حصتها في السوق العالمية، وأشار إلى أن جهود تركيا لتطوير طائرات مسيرة بدأت بعد رفض طلباتها للحصول على طائرات أمريكية في أوائل العقد الأول من القرن 21. وقد أدى استثمار تركيا في الإنتاج المحلي إلى تطوير عائلات من طراز بيرقدار 2B2 وأنكا التي تصدر الآن إلى عشرات الدول. والأمريكان الآن نادمين على سياستهم تجاه تركيا التي حولتها من بلد مشتر للسلاح الأمريكي إلى بلد منافس للسلاح الأمريكي في السوق، كما تسعى تركيا من خلال طائرة أنكا 4 للارتقاء بطموحاتها إلى مستوى جديد من خلال تحقيق تقدم كبير في أنظمتها القتالية الذاتية. فوفقا للمصادر التركية ستكون أنكا 4 طائرة هجومية متقدمة تضم الذكاء الاصطناعي أي AI لتنفيذ المهام بشكل ذاتي، مما يضع تركيا في مقدمة الدول التي تسعى لإدماج الذكاء الاصطناعي في تقنياتها العسكرية. ومن أبرز خصائصها التقنية ستتضمن أنكا 4 صواريخ باليستية متطورة مدمجة في منصات الطائرات القتالية بدون طيار UCAV، مما يعزز من دور تركيا كلاعب رئيسي في تطوير أسلحتها الهجومية عالية السرعة من الجيل المقبل. ووفقا لمراد أكينجي المدير العام لشركة روكيتسان التي خصصنا عنها حلقة سابقة في مجال الصواريخ والتي تتحمل مسؤولية تطوير المعدات من أسلحة الطائرات، فإن هذه الصواريخ ستصل إلى سرعات فرد صوتية مما يضمن دقة وفعالية غير مسبوقة في الهجمات للطائرات التركية. على الرغم من أن أنكا 4 لا تزال في مراحلها الأولية من التطوير، يتوقع أن يكون لهذا المشروع دور استراتيجي مهم لتركيا
في ظل تزايد أهمية الأنظمة الجوية غير المأهولة في الحروب الحديثة. ومن المرجح أن تعمل أنكا 4 كرفيق مخلص للمقاتلة التركية من الجيل الخامس كان، التي لا تزال أيضا قيد التطوير والتي خصصنا عنها حلقة أيضا. بالتالي طموح تركيا لا يتوقف عند طائرة العنقاء 3 بل يمتد إلى عنقاء 4 التي ستكون قاذفة استراتيجية لصواريخ باليستية وفرد صوتية، مع الاعتماد بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي لتنفيذ المهام المنوطة بها. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. إذا أعجبتكم هذه الحلقة فضغطوا على زر الإعجاب وشاركوا حلقاتنا مع أصدقائكم، فهذا يدعمنا. كان معكم حمدي القروي، برنامجكم عرب شو. أراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله.